سالو مي شيغ زلاف كنتمنى تكونوا بخير دونك اليوم غادي نشوفوا النموذج الرابع من كنقول لكم النموذج الرابع بمعنى انني خدمت معكم ثلاثه ديال النماذج ديال الامتحانات خصوصا في لي سيكونس الاخرين عندكم خمسة وستة. غادي دوزو فيها امتحان وهاد لا سيكونس الاخرى عندكم فيها لا ليتر اوفيرت اذا غادي نبقى نعطيكم بزاف ديال لي بزاف ديال لي ليتر يعني آآ عندهم علاقه باش بالسيكونس الاخرى لا ليتر اوفيرت باش تشوفوا حيت ما كاينش غير على غير كليماتي. كان كليماتيك يعني رساله مفتوحه يعني كتوجهها للراي العام كتبغي تعالج فيها واحد الظاهره بزاف ديال المشاكل ماشي غير على غادي نشوفوا هاد الرساله هذه شنو الموضوع ديالي شنو كتدرق لي؟ يعني شنو لو تام اللي كتهضر عليه يعني ماشي على البيئه حيت في الامتحان نقدر تحط لكم بزاف ديال المواضيع اللي عن نخدم نحاول انني نخدمهم معكم كاملين بيان سور مع الاسئله ديال لونغ والقواعد داكشي كامل اللي شفناه دونك كير تدخلوا البلاي ليست غادي تلقاو الامتحانات كلهم حطاهم لكم تما هنا عندنا لو 18 12 ديسات هنا عندنا لا دات هنا كتلاحظوا ان ما كاينش المكان ماشي بحال لا ليتر انفيتاسيون ولا لوتوريزاسيون حيت هنايا انا كنصيفط للناس كاملين يعني لكل شيء معليش انا غادي نحدد واحد المكان كنكتب غير لا هنا عندنا كو دو غول هاد كو دو غول بحال بروتيستاسيون يعني بحال احتجاج مثلا هذا هو لوبجي هاد كود دو غول هي لوبجي الموضوع نقدروا نكتبوا اليرت يعني تنبيه تحذير نقدروا نكتبوا ريكومونداسيون نقدروا نديروا اتونسيون آه عندنا يعني بزاف ديال ال ال شنو ممكن نديروا يعني انت يا بحال كدير تحذير ولا تنبيه على حسب الموضوع على حسب الموضوع مثلا آه هنايا غنشوف مكلماتيك نقدروا نديروا اتونسيون وخدمت معكم انايا لا ليتر اوفيرت كيف ما وعدتكم منهجيه هي اللحظة حتى دابا ب 2 جوغ يعني اللحظة حطيتها تاليكم منهجيه كيفاش نتوما تصايبوا لا لاتغ اوفر جوما تسكم يعني حاولت دخلوا شوفوا ضروري الطريقه ديال الانشاء تعاونكم بزاف مدامز زي ميسيو اي سبيكتاتور يعني هنايا عندنا فورمول دابيل كناديو لهاد الناس هادو اللي حنا غنصيفطو لهم هاد الرساله قلنا لو مدام زي ميسيو يعني بالجمع حيت هما بزاف حنا مصيفطو الرساله لبزاف ديال الناس هاد الموضوع هذا اللي يعني نشوفو كيخص كي بزاف الناس الشير سبيكتاتور يعني اعزائي شنو المشاهدين دابا نشوفو لو كور

Il du football. Enfin, quand c'est la joie, car de plus en plus dans des stades en dehors se déclenchent des manifestations ou des actes de vandalisme. يعني هنا كيهضروا على المشكل ديال الكره حنا كنتفرجوا ولكن ديما واحد مثلا البيئه علاش كنلوتو ولا سيغاريت هنا فيما كنتفرجوا مثلا في الكره علاش كتنوضك داك الحاله ديال الشغب يعني قال حنا فرحانين ولكن سو ديكلونش يعني برا سو ديكلونش دي مانيفيستاسيون دي يعني بحال مظاهرات اي دي زاك دو فونداليزم يعني واحد الحالات ديال ما كاينش الانضباط ديال التخريب السرقه هادي هي فونداليزم بوركو طون دو يعني علاش هاد الكراهيه كلها بوركوا فيغ سولا علاش كديرو هادشي اذا هاد لا ليتر هادي اوفرت رساله مفتوحه لكاع الناس اللي كيديروا هاد هاد الشغب هذا فوت ايكيب ا بيردو اي الوغ يعني كيقول لك الفريق ديالك خسر يوم بعد علاش دير هادشي كله سي لو سبور يعني هادي الرياضه اكوا سيرف سي زاكت علاش كتلاقى اصلا هاد لي زاكت هادو اللي كديروهم سي دي بيرسون سون بليسي يعني في الاخر كيوليو بناس كيتبليساو يعني كيتجرحو كيتضربو او ميمور طول بعد مره حتى توصل حتى لا

Donc, il y a des pierres ont été jetées sur leur car, une équipe de qui en transperçant leur vitre, cela les a touchés, les a blessés, ou bien lors de la route du Togo pour rejoindre l'Angola, le chauffeur s'est fait tirer dessus. S'il n'avait pas continué à conduire. تولاي جوور دو ليكيب ولكن ولا محبش زعما لحبس اليوم كلشي غادي يموت يعني واخا كيحب سوغ سي بقى غادي يعني كتنوض الحاله ديال الشغب والفوضى مي كاتونديفو او يعني شنو كتنتظروا سوني سولا هادشي ماشي الكره سي لا هذاك المكان ديال كتلاقاو فيه كنبارطاجيو نفس الشغف نفس الحب ديال واحد الحاجه اللي هي لو alors que que cela se passe mieux اذا شنو ممكن نديرو هنايا مثلا لو كور دو لا ليتر شنو كنديرو هذاك دو موندي دو رياجير كطلب من الناس انهم إي إي يتفاعلوا يتحركوا يديرو رده فعل باش نحاربو يعني هذه الظاهره هذه يعني الوغ ك بوتون فيغ بور كي سلا سيميو سي باس ميو يعني شنو ممكن نديرو باش هادشي يدوز مزيان يعني في ظروف اللي مزيانه فيرمي لي ستاد شنو واش نسدو لي ستاد صافي نسدو ما بقاوش نمشيو نتفرجو انتردير لونطري واش نمنعو الدخول يعني دابا كيهضر وكيطرح هاد لي كيسيون هادو زعما آه شنو ممكن حنا نديرو يعني هذا ماشي هو الحال كيقولك كي شنو نسدو لي ستاد نمنعو الدخول ان يا با دو سوليسيون ان يا با ما كاينش واحد الحل ميراكل يعني شي معجزه اللي تجي وتلقى حل سيفو نوتر سوليسيون يعني نتوما هما الحل ديالنا يعني ما كانش شي حل من هادشي يعني اللي كيطرح راه نتوما يعني لا سي فوتغ فولونتي كي كالمورا لي تراجيدي كي سو باس يعني الفولونتي الرغبه ديالكم الاراده هي اللي غادي تكالمي هاد الماساه اللي كتوقع سي فو كي ديسيدي يعني نتوما اللي غادي تقرروا ديسيدي دو سكو فو فولي يعني نتوما تقرروا شنو باغيين يعني دمونكما هاد الرساله كنوجهوها لداك الناس اللي كيديروا الشغب كو لو فوتبول سوا ان سبور ou l'on se la haine domine sur le stade. ou plutôt que ce soit un moment convivial et que tout le monde rit ensemble. Le football, Monsieur, quand on peut quand tu as le fiera ou la haine qui, etc. à l'alcool ou quelque farc qui crache farc. Donc, c'est le moment les conviviales, nous pouvons nous en nous stopper à et jouer de ces actifs et que tout le monde rit ensemble ou quelque drague. C'est votre volonté. C'est vous qui choisissez. Mais sachez que les joueurs de foot ne sont pas là pour gagner de l'argent. Ils sont là pour vous donner le plaisir de voir le football. Alors respectez-les. Et nous sommes qui joue cher l'argent, mais qui est ça le plaisir? Comme le plaisir, comme vous tu frappe, que tu joues, que tu fronces. Alors respectez-les. Nous sommes respectons le football. Nous sommes le corps et ne vous battez plus. Vous ne pouvez pas jouer.

هاد الاسئله الاسئله الاولى ساهلين هادشي واش كيتكلم لينا على شنو اون لاتر د انفيتاسيون او بيان اون لاتر د اوتوريزاسيون او بيان اون لاتر اوفرت من لا ستركتور ديالها الانفيتاسيون ولا لوتوريزاسيون اوفرت ما غاديش تدخو بيناتهم من لا ستركتور ديالها راه باينه هادي سوليني لا بون ريبونس سوليني عاد السطر اون كادغي عاد دير اطار اون توغي عاد دور كاين اللي كيتخلطو لهادو دونك سوليني هادي لا لاتر اوفرت Deuxième question. Complétez le tableau à partir de la lettre. Ben la lettre. غادي نملؤو هاد طابلو كيكون هذا هو الثاني سؤال وحتى في المحل اللي كتحطو بحال هكا دونك غنحاول نخدم معاكم غير شي شويه النماذج نزيدكم وصافي ونبدا نخدم معاكم محليات هنا لا دات نخرجوا لا دات من لاليتر ليكسبيديتور يعني شكون هو الشخص اللي كتب لينا الرساله فين كنلقاو لوبجي اذا الا رجعنا لاليتر دابا هنا شنو عندنا هذا هو لا دات راه باينه شي حاجه اللي ماستاش تفكر فيها السؤال الاول الثاني النقطه ديالو ما خصهاش تضيع اللي لتحت ركزوا في لاليتر اونفيرت بحال لاليتر ميكان هذاك اللي لتحت هو اللي كي كيكتب الرساله هاد كود كول تاني حاجة تاني حاجة هي لوبجي تاني حاجة من تحت لادات هنا يش كل ما مصيفتينها السبيكتاتور هاد هو الديسيناتور هادو هما اللي عتوصلو عتوصلو من الرسالة هما المعنيين بهاد الميساج هادا دونك دابا نشوفو لا 3 تخوا غيبوندي باغ فغي او فون يعني من خلال شنو فهمنا حنا ليكسبيديتور تخيط دو سيجي دو تنس يعني هاد ليكسبيديتور الشخص اللي كتب لا لتر واش كيهضر على الموضوع ديال التنس فو كيهضر على الفوتبول انا نكتب لكم في الاخر لو فوتبول اي ليو دو رونكونتر اي دو بارتاج يعني واش قال ان هذاك مكان ديال انا كنتلاقاو فيه كنبارطاجيو لا جوا فري لو شوفور دو طوغون سي تيري دوسو يعني واش هذاك لو شوفور ملي كيكون غادي واش كي... كيخرجوه من 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 الكار ملي كيكون غادي دونك فري لي دو فوت سون لا بور غاني دو لارجون واش هما جاوا باش يربحوا الفلوس فو حيت قالو هنا باش باش انهم يمتعوكم اذا هنايا باش قالونا خصنا نحصل على ما جاوش باش يربحوا الفلوس دونك لا ريبونس فو عندنا جوج لي عدنا المشاهدي, اللي عندنا فري دونك نشوفو دابا لا كاستيون 4 كو فين فار لي سبيكتاتور او ستاد هذوك لي سبيكتاتور المشاهدين اللي كيجيو يتفرجوا شنو كيجيو يديروا في لو ستاد اذا نرجعوا لا ليتر ونشوفوا هنا يعني ناخذوا لا ريبونس نيشان من لا ليتر ا أه,

Merci, très chère salutation, mes très chères salutations, et merci de votre compréhension. Et dan, etna, ya, formule de politesse, ou de la phrase de des points, et ce la phrase. Il est de arrivé lors du match Égypte contre l'Algérie Et nous le match, hada, dut, euh, algérie. donc, Donc, la lettre, et match donc lors du match de l'Algérie contre l'Egypte pour la qualification de la coupe du monde, des pierres ont été jetées sur leur car en transperçant leurs vitres. Cela les a touchés, les a blessés. Ou bien lors de la route du Togo pour rejoindre l'Angola, le chauffeur s'est fait tirer dessus s'il n'avait pas continué à conduire. أه دونك هذا هو لا ريبونس يعني نتوما ما تكتبوش كل شيء تكتبوا تاخذوا المعلومات يعني اش كيوقع مثلا هذاك الحجر كيتسمى دي بيون تي جوتي المهم شي حاجه بحال أه هكا حتى تكتبوا أه لا كيسيون تما نشوفوا دابا لونغ اي كومونيكاسيون كومبليتي <applause> لو طابلو سويفون ا بارتير دو تيكست كومبليتي لو طابلو ا بارتير دو تيكست سويفون عندنا واحد لو تيكست وحنا نملؤوه دونك هذا اخر مش اخر درس قريتو من ورا من وراه شي درس اخر المهم هذا الدرس ديال ليبوتيز هذا هو لو تيكست وحنا خصنا نقادو دونك هنايا عندنا ليبوتيز الفرضيه عندنا فرضيه خصنا نعرفو شنو هي الفرضيه دجا خدمت معكم هادشي في مراجعه شامله تلقاو بزاف ديال المراجع خدمت معكم اللي العام تخدموا فات حتى هذا العام هذا هنا غادي نجبد من النص ليبوتيز نجبد اكسبريسيون دي بوتيز فين هي العباره اللي خلاتني نعرف انني عندي فرضيه راه هذا الدرس اللي ديال الفرضيه اكسبليكاسيون اكسبليكاسيون الشرح ديال الفرضيه كونكلوزيون المهم انا نحاول انني نوضح لكم شويه اكثر هنايا ولكن ترجعوا ضروري للمراجعه خدمت فيها هادشي بالديتاي سي نو كونتينيون ا كوبي لا غانيي بوغ اون فير دو شاربون يعني هنايا عندي آه ايبوتيز فرضيه هي كنفترض انا سي اذا الا استمرينا اننا كنقطعوا هاد لا غانيي باش نديروا شاربون اينيوغا يعني الفحم il يوغا aura ما يبقاش عندنا حنايا كاع شجر في المنطقة يعني هذه هي النتيجه ديال الفرضيه ما عندنا شجر سو لا ما يبقاش شجر وعلاش سو لا هذا يبين هذا يبين لو رول يعني الدور هذا الشجر دون لا بيوديفيرسيتي في التنوع البيولوجي محلي باركونسيكون يعني اذا il faut protéger اذا خصنا نحميو سيت اربر اتو بخي نحميوها باي ثمن دابا انا اللي كنفترض اذا فين هي لي بوتيز دابا كل حاجه كنأثر عليكم هي هذه كنفترض سي فين الأعداد اللي خلاتني شنو ليكسبريسيون خلاتني نعرف اي هي فرضيه هي سي ولا تقدروا تلقاو او كا او اذا هنا فين هي ليكسبليكاسيون سولا مونتر باش عرفت اكسبليكاسيون حيت كتبدا ليا بسولا مونتر هذا يبين اذا انا كنشرح تقدروا تلقاو في امتحان سولا بروف وتقدروا تلقاو يوضح وتقدروا تلقاو سي باسكو هادو كيبينوا انها اكسبليكاسيون الاخرى كونكليزيون خاتمه اذا ختموا لينا هنايا وقالوا لينا بار كونسيكون دونك اذا الفو بروتيجي سا بس خصنا نحميو هاد الشجره اذا هنا كندير انا كونكليزيون انتما درت لكم دي بوين يعني لا فراس خصكم لنا امتحان كامله يعني كل اصلا مرتبين كل حاجه راه مقسومه لا كيسيون دو بريسيزي لو ريجستر دو لونك دو شاك فراز غنحدو لو ريجستر دو لونك يعني الى مستوى اللغه نيفو دو لونك يعني واش فاميليي واش كورون واش سوتوني حتى الدرس هذا غتلقاو كتبو غير لي ريجستر دو لونك وسميت القناه تيطلع لكم بزاف الفيديوهات خدمت فيهم العام اللي فات وهذا العام مراجعه شامله خدمتهم في الامتحان عاودتهم في المحلي دونك غتلقاو باش تفهموا اكثر هذا الدرس اون فاكاسي لا دال او غيستون دو كوان هاد لا فخاز هادي خصني نحدد واش فاميلي واش كوغون دونك راه باينه ما فهمتوش مثلا لا دال مافهمتوش شي حاجه ولكن عندنا او غيستون غيستون هاديك لابغيفياسيون ديال الكلمة ولا سوبخيسيون ممسوحة منها شي حاجة خصها تكون غيستوغون ماشي دو كوان ديال القنت راه غيستوغون دو كارتيي إذا هادي راهي هضرة الدارجة

كاينه واحد لا كيسيون تخوا راه نقصت نولي نرجع ليها نديرو السؤال الربعة ونعاودو نرجعو لتلاتة هنا شاس لانتخو يعني تضرب على الكلمة الدخيلة الكلمة اللي غير زايدة هنا عندنا اوغونجي شجرة الليمون بومي شجرة التفاح اوليفي شجرة الزيتون لافون الخزامة هاد الخزامة غير دخيلة عليهم هادو كلهم شجر وجات الخزامة اللي هي ماشي شجرة اذا هذه هي اللي غادي نحيدوها عندنا غومغا ام هو الازير ازير هو كاين الجبل المهم هادو من سميتو من لا فلوغ هادو مارجولين حتى هي واحد النبته بازيليك هو الريحان آه هنايا عندنا بوافون هادو كلهم مثلا بحال نباتات ولا شي حاجه المهم ميديسينال ولا اروماتيك طبيه ولا عطريه اللي كانت وعندنا بوافون اللي هي الفلفله اذا هادوك النباتات ما عندهم حتى علاقه بالخضره اذا هاد بوافون هي داخل عليهم دونك هنا نرجعوا لا كيسيون 3 ريليفي دو تيكست 3 مو تستخرج من النص ثلاثه الكلمات اون غولاسيون افيك لو شون ليكسيكال دو لا فيولونس عندهم علاقه باش بالحق الدلالي ديال العنف يعني كاع الكلمات اللي كدل على العنف يعني الضرب الجرح الموت يعني اي حاجه اللي كدل لي على هنايا عندنا دي بيغونتي جوتي سور لو كار هذه راه كدل على العنف حجر كيتلاح في الكار اذا هنا كيضربوهم هذه إكسبرسيون تكتبوها كدل على العنف عندنا ترونسبيرسون لو فيت خا ان ذاك الزاج ديال الكار كيتهرس حتى هذه كدل على العنف آه عندنا لي زابليسي هادشي كي كي اديهم كي جرحهم حتى هادي كاين بزاف عندنا مثلا لي كيب موغ ا سو يعني هادي كدل علي العنف انهم يقدروا يموتوا تقدروا تلقاو بزاف ديال الحاجات اخرين المهم اللي كيدلوا على لا فيولونس دونك هذا بالنسبه للامتحان هذا النموذج الرابع وان شاء الله مازال غادي نخدم معكم بزاف ديال النماذج